في هذا المنزل المظلم تكاد تجتمع على عائلة أبو ياسين معاناة الحياة والحرب معا. ياسين الابن الأكبر في العائلة والبالغ من العمر 15 ربيعا والمعيل الوحيد للعائلة بسبب إعاقة والده أيضا منذ أكثر من 10 سنوات. لم تشفع له طفولته من حقد النظام وبراميله التي أصابته بشظية سببت له شللا نصفيا وبعض الجروح في جسده. كنت رايح على الشغل طب برميل، وبعدوني طب البرميل أكلت شظيبه ما بعرف إيه، ودخل العمود الفقري وأزلت لشلل هيك. رغم الأوضاع الطبية الشبه منعدمة في مشافي حلب، إلا أن ياسين لم يقطع الأمل في علاجه الذي يعتبره غير مستحيل. مصاب بشظية بالعمود الفقري، أدت هذه الشظية إلى قطع المسالك الكهربائية في النخاع الشوكي، مما أدى إلى أن المريض يفقد السيطرة والحركة على الأطراف السفلية. إذا المريض الحقيقة هون مصاب بشلل سفلي. مستوى الشظية وأصابة النخاع الشوكي هون أدى إلى فقدان السيطرة على مجاري البول وإلى فقدان السيطرة على المعصرة الشرجية. الحقيقة العلاج صعب جدا عنا، لأني حلب الحرة حاليا ما فيها ولا طبيب عصبي. الحياة لم يكن ياسين المتأذي الوحيد في العائلة من هذه الحرب الطاحنة، فأخته الصغرى التي تعاني من شلل دماغي منذ عدة سنوات جاء توقف علاجها في الداخل السوري نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية والطبية كما يقول لنا أبو ياسين. كان أولي فيه أدوية وفيه هذا، بس الله شفت على الأيام هاي لا ضل دواء ولا ضل شيء. شراب الدباكين إذا عم نفتح الحلب كله ما عمل له إيه، لا يجوا أهل الخير لحتى يجيبوا لنا إياه. يعني دي يكون عالم يعرفوا فيه في شراب دباكين، بس تركي ما يمشي حوله حصرا دي يكون أجنبي. الحالة الطبية المأساوية التي باتت يصفها العاملون في المجال الطبي بالكارثية بسبب الصعوبات التي تعيق عملهم نتيجة الأعمال العسكرية التي خلفت أعدادا كبيرة من المصابين. فعائلة أبو ياسين التي ممكن لها أن تختصر المشهد لكثير من العائلات التي تضررت، لكنها لا زالت تصر على الحياة في بلد لم يغب الموت عن سكانه يوما واحدا. باسل أبو حمزة، حلب اليوم.